فاكرني هعاتبك أسب الدين وأكفر يا أسب الدين وأكفر يا جدعان يا جدعان عيب يا جدعان يا جدعان عيب طلعت حرب راجع 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 السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة لا عزيزي جايب لك حلقة وهي بالطبع ايه ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة لا عزيزي حلقة طرش مصننة من الاخر. يعني قبل ما ابدأ الفيديو لا عزيزي عايزك لا تنسى ام اللايك الشارخ الفايح السايح النايح، ولو انت لسه جديد كده تنزل تشترك في ام القناة وتعمل ام الجرس على الكل، عايزين نوصل لتلتمائة الف رجالة زقوا معنا الليلة. يلا بينا نبدأ الفيديو على خيرة الله وزي يا ابني والدي. غريبة يا عزيزي، ازاي الناس شايفينها من برا واحنا شايفينها من جوا؟ سبحان الله. يعني كم شايف ايه جواك؟ شايفينك عايش متطمن والفرحة في عينك دي مستلعك وحياتك ماشية يا سلام عليك فنان. يعني انا بس ليا سؤال بسيط يا فنانين، يعني من غير اي يعني اساءه ولا حاجه، احنا عايزين نفهم بس الوضع ده اسمه ايه عشان خاطر نسجله عندنا في التاريخ. انتوا خرقتوا الطبيعه ما شاء الله عليكم، فنانين عظام وفن تصويري هايل، وانا بدعمكم بالمية في المية، عاش وديها كل الدعم ليها يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه طرش قماش. انتوا ده اخره فين؟ انت مالك؟ مالك انت؟ مالك؟ يا سلام، اخره هنا مش مكمل على تحت. يعني انا والله بحسبك عماله تقولي له انت مالك وبتاع، بحسبك بتتحرج، لكنك طلعت فنانه عظيمه فعلا. ايوه انا في تاتوهات تانية في اي مناطق للجسم كده، ده بس كده وده كمان. لا ممكن نكتشف يعني، ممكن خدني معاك بس انت يا زميلي وانا هكتشف. انا كنت شغال في الكشافه وانا صغير يعني ما تقلقش، يعني وتخصص ما بين الجبلين. يعني ايه بخش بين الجبلين كده؟ هجيب لك التاتو اللي انت عايزه وهقول لك خد يا زميلي. طبعا احنا بنحبهم وبندعمهم كثيرا للهم بيشيلوا الهم يا عزيزي وبيرفعوا علينا، يعني ما شاء الله عليهم جامدين فشخ. يعني اديهم 100% عش وكل الدعم ليهم يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه ليها طرش قماش. انها فعلا لبوه استثنائيه. انا مضروب بالمزيكا، المزيكا دي زي الشنيور. اهو انت بقى عايزه في الهوه دي حته شنيور زي اللي بيخش في المزيكا ده، ما شاء الله عليكي عايزه شنايير ما شاء الله. فنانه جميله يعني وكلنا بنحبك وادائك عالي، ادائك عالي، بتعرفي تأدي على الاغاني والموسيقى. فاذا انا بحب ادعم، انا لما بدعم بدعم بالمية في المية عاش وكل الدعم ليكي يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه طرش قماش. انها فعلا لبوه استثنائيه. ليالي بتقول تعبانة ودي تعب غرانة، راحت علمت شرانة عطلانة ودت لها زقة، عطلانة ودت لها زقة. ما شاء الله عليك انت دمك خفيف خالص يعني. بس كان في تعليق فنانة، يعني الطرحة باينة من شعرك اصل ملهاش لازمة خالص يعني، فلا كده ايه لو هي مضاف اليه نشيلها يعني، نمشي الحال يعني عشان خاطر يبقى لايق على الجو. يعني فنانة عظيمة بنحبها وبندعمها بالمية في المية عشوة كل الدعم ليها يا بلاش. كمل زيع حلقة تاني مرة تنورني. طبعا عايزين نشوف كده اول تاتو عملناه، ايه اخبار التاتو؟ اهو تحفة 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 تحفة. لا هو من ناحية تحفة فهو تحفة، بس انت جريئة قوي يا فنانة، ايه الجرأة الجميلة اللي انت فيها دي؟ خلينا كده التاتو الجديد تحفه. ده تحفتين بقى. لا دول قرنين، قرنين تركبيهم على دماغ الحاج الوالد ما شاء الله عليه كده، وهبعت لك علبه زيت جميله زي الفل 30 مللي وهتلاقي معاه القرن كده وتلمعه له في الضلمه. طبعا احنا بندعمك وبنديلك 100% عش وكل الدعم ليك يا بلاش، زائد جايزه استثنائيه بالكيس بتاع قماش. انها فعلا لبوه استثنائيه. عايزة فواتح يا وحيد. عايزة ايه؟ فواتح. لا كوالح، في حاجة اسمها كوالح أو كلاحة، في حاجة زي كده أنت فاهماني يا عزيزتي، يعني هو ممكن يعمل لك اللون الكلح لأن هو مش بالعافية يعني أنت فاهمني. القبول ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والفنانة ربنا يعني إداها كل حاجة إلا القبول، نديها 100% عاش وبندعمها بكل الدعم يا بلاش. كمل زيع. ورد عليكم
وانت عايز الناس تمسكها ولا النار هتحرقهم ولا انت ايه الدنيا معاك؟ يعني انا عايز افهم، انت كان في نقطتين كبار ووضحتيهم خلاص يا فنانة وبقوا في قبضة يدينا. ما شاء الله عليك فنانة جميلة ولماحة لماحة، وبندعمك بالمية في المية عاش، وكل الدعم ليك يا بلاش كمل زيع. تختار امك ولا الفلوس؟ امي طبعا. تختار امك ولا السيارة؟ السيارة؟ لا طبعا يا عم اختار امي، امي اغلى من اي حاجة. يا صاحبي السؤال ده يا صاحبي، يعني انت بالله عليك، يعني هو هيختار السيارة ازاي؟ هيسوقها ازاي يعني؟ ما انت يعني اكيد هيختار امه، لان السيارة مش هيعرف يسوقها يعني. انت فاهمني؟ انت بتزل ولا بتعاير ولا ايه بالظبط؟ تختار امك ولا امي ولا ابويا؟ انت بتخيلني بين اغلى اتنين والله العظيم. ايه هتختار مين؟ انا عارف، بس انا عارف انا اختار ايه، بس ايه رايك نخير الناس؟ لو هم مكاني يختاروا ايه؟ انا لو مكانك اختار امك، يعني ان انا ابوك هعمل بيه ايه؟ يعني ماليش في الخشب. اجلد اجلد عبي عبي عبي. ده بدا ينفع يعني عشان خاطر راكبين عربيه انا مش عارف نوعها ايه؟ يعني ما شاء الله عليها، يعني حاجه بمليارات، تفرقوا كده بعبير عن الناس؟ يعني ما ينفعش. ما انا جبت عجله قبل كده، ما عملتش حاجه في حد زي كده، يعني بدوس عليهم على طول. ما مش لسه هقعد اتريق؟ انا راجل جاحد فاجر سايح نايح فايح لايح، كل الدعم ليهم زيع. لا ده هم اللي في عناية يا فنانة، في عناية وفي الحفظ والصون، ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك، وربنا يعزك ويحفظ لك. عندك حق، نديها 100% عشوة، كل الدعم ليها يا بلاش زائد جايزة استثنائية طرش قماش. إنها فعلا لبوة استثنائية. اوعى كيمو كونو، ما شاء الله عليك يا فنانة، الموضة والصيحات يعني وصلت للقراطيس بتاعت الايس كريم، حاجة زي الفل يعني. فنانين كل شوية تلاقي جديد يا العزيز، وانت قاعد كده افتح النت كده وفر، هتلاقي الجديد من كل ناحية. طبعا احنا بندعمها بالمية في المية عشوة، كل الدعم ليها يا بلاش كمل زيع. هذا اللي جرى، ايه السيد هذا استاذ، هذا نجم، هذا اللي جرى، وانا ما اعرفش نجومين. ما اعرفش انا. يا حلاوة ماما، ما شاء الله عليك يا فنان، حاجة زي الفل. ايه هو البرشام الصيني؟ البرشام الصيني يا جدعان عامل عمايله ومخلى الناس يعني حاجة زي الفل، سعيدة وطرب والشباب كله فرحان والناس كلها فرحانة يعني، ما شاء الله عليهم. اديله 100% عشوة، كل دعم ليه يا بلاش كمل زيع. مش بنحل رقص تجول الاسلام، حس تدمر الاسلام. لا ده واضح ان البعد وجعك قوي يا فنانة، لدرجة انها شايفة بتتهز اهي، ما شاء الله عليها. الوجع شكله ايه؟ نائح عليك اليومين دول فنانة، وبنحبها وبندعمها باللبس البقرة الحلوب، جميل قوي عليك، شيك، ناقصك بس حد يجي يحلبك، نديلك 100% عشوة، كل الدعم ليك يا بلاش زائد جايزة استثنائية طرش قماش. انها فعلا لبوة استثنائية. ما لازم قلبك يوجعك يا فنانة، ما انت اللي مع الرياف الساقعة يعني، ما ينفعش، لازم يلتشك شوية هوا، اي حاجة تتعرى في الساقعة دي لازم توجعك يا فنانة، لان الوجعك بيوجعنا احنا كمان، لان احنا بندعمك كثيرا وبنحبك وبنعزك يعني، انت فهماني؟ اديلك 100% عشوة، كل الدعم ليكي يا بلاش زائد جايزة استثنائية طرش قماش. انها فعلا لبوة استثنائية. ومن هنا لا عزيزي اوصل لنهاية ام الحلقة، عايزك لا تنسى ام اللايك الشارخ الفايح الساح النايح، ولو انت جديد ولسه ما اشتركتش في ام القناة انزل اشترك واعمل ام الجرس على الكل، عايزين نوصل ل 300,000، وخش كده خد لك لفة كده يا عم الحاج، في فيديوهات عامل 300 فيديو، ده الفيديو 301 في القناة، خش كده تجول ودينا رأيك بكومنتات ولايكات. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام.